cette loi était enseignée, ou cette workshop, ou cette... لقد شررت وبكل صدق على ما رأيته في هذه الثانوية، ثانوية سيد حماني التي هي ثانوية الآن نموذجية للثانويات الجهوية للرياضيات، يعني ثانوية مكتملة المرافق بها كل الظروف الحسنة لاستقبال أبنائنا واستقبال 812 تلميذ وتلميذة من 22 ولاية، وتم توفير كل الظروف والمؤسسة مجهزة من كل التجهيزات الضرورية وحتى الترفيهية، وبها بالنسبة للإناث الإيواء والذكور يتم إيوائهم في مؤسسة على بعد مئات أمتار من هذه المؤسسة. إذن هو صرح جديد يضاف لهذه الولاية، وهي كذلك تكريس السيد برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي يلح على التوجه العلمي للمنظومة التعليمية الجزائرية سواء في التربية الوطنية أو التعليم العالي والبحث العلمي أو التكوين والتعليم المهنيين.